البنات اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا في هذا لا فيديو. هذه مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نبدا في هذا لا فيديو هذه كما تشوف العنوان مسابقه عندي في القناه بخصوص يعني العيد الاضحى المبارك. عواشركم مبروكه باش ما كتمنوا ان شاء الله البنات الله يشافي الجميع، الله يشافي كل مريض، الله يحقق الامنيه ديال كل وحده، يعني اللي بغات تزوج، اللي بغات تولاد، اللي بغات يعني اللي حامله الله يوفقو حالها على خير. مهم اي حاجه ديال الخير واي حاجه اللي هي زوينه الله يحققها لكم البنات. كنتمنى تكونوا كلكم نتوما وعائلتكم وليداتكم وجيرانكم كلكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله ربي. مهم البنات كيف ما حطيت لكم قبل في البوست عندي في المنتدى انني غادي ندير واحد المسابقه فيها قنيدرات بحال هذا الشكل. هذه قنيديره صيفيه مبرده غزاله البنات، الخدمه ديالها ما نقولش لكم، شي حاجه اللي زوينه وراقيه، شي حاجه واعره، شي حاجه زوينه البنات ونقيه، الخدمه نقيه والفصاله زوينه بزاف. مهم كيف ما قلت لكم البنات المسابقه ماشي ديالي، ديال واحد الاخت عندها قناه وهي اصلا خياطه، كدير هي اللي كدير هاد الموديلات وداك الشيء، وانا كنتهدات ليا هاد القندوره هذه كنقول لها شكرا لك مهنا اختي كريمه لهلا يخطيك. مهم البنات مسابقه سهله مهله، يعني باش ما يكونش الفيديو طويل يعني انا ندخل لكم في الموضوع باش نوريكم الهدايا اللي دارت، يعني الهدايا اللي دارت لكم هذه الاخت هذه عندي في القناه. مهم كيف ما قلت لكم البنات مسابقه سهله مهله، الشروط جد سهله البنات كيف ما قلت لكم الشروط سهله مهله. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه اللي ما كتعرفش شنو هو صندوق الوصف كيف ما كتشوفوه هنا، هو كاين هنا فين كاين العنوان، يعني شوفوا يديا فين كاينه، هنا فين كاين العنوان ديال لا فيديو، في الجنب ديال لا فيديو كاين واحد المثلث كيشوف لتحت، واحد المثلث كيشوف لتحت، الا كليكيتو عليه هذاك هو صندوق الوصف، هذاك هو اللي فيه المعلومات كاملين ومن ضمنهم القناه ديال هاد الاخت هذه اللي هي كريمه بيوتي. راه واحد الانسانه ظريفه، القناه ديالها زوينه، المحتوى ديالها نقي، هي اصلا خياطه، يعني اللي بغات شي حاجه، يعني اللي ما ربحاتش معانا في هذه المسابقه هذه واللي بغات شي حاجه راه غادي نخلي لكم الواتساب ديالها في صندوق الوصف وتواصلوا معاها. راه فعلا واحد الانسانه طيبه وخلوقه وحتى لي موديل اللي كدير راقيين وزوينين. مهم بالنسبه للمسابقه البنات غادي يربحوا معنا اربعه ديال الفائزات وكيف ما قلت لكم شروط سهله، يكفي انكم تشاركوا في القناه ديال كريمه بيوتي وتفعلوا يعني ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش ملي غادي تكون دير اللايف يطلع عندكم اللايف ديالها. ومن ضمن الشروط انكم تدخلوا القناه ديالها، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي غادي تدخلوا ليه وغادي تكتبوا من طرف جودي، غتقولوا من طرف جودي مسابقه، اللي كتب من طرف جودي مسابقه يعني غادي يكون نهار السحب. ما غاديش نقول لكم جيبوا لي اكبر عدد اللايكات ولا شي حاجه، الا غادي ديروا لي يعني غادي تكتبوا من طرف جودي مسابقه صافي. هادشي اللي كاين البنات، غادي نبداو المسابقه يعني اليوم في الليل ان شاء الله، اليوم الاثنين غادي نحط الفيديو، ونهار الحد من بعد العيد مع 10 ديال الليل غادي دير اللايف في القناه عندها. داكشي علاش قلت لكم البنات فعلوا الجرس يعني ضروري، وفي الفيديو اللي غادي نحط لكم غادي ديروا جوج دقائق ديال المشاهده باش ما يمشيش لكم الاشتراك، باش نهار اللايف يطلع لكم اللايف ديالها. المهم باش ما نطولش عليكم البنات غادي نبدا بهاد الهدايا، يعني هدايا رمزيه كتشجيع القناه ديالها وصافي. وكيف ما قلت لكم البنات راه مازال جايه مسابقه زوينين بزاف بزاف. المهم اول قندوره، المهم يعني مازال كيف ما قلت لكم البنات جايه مسابقه زوينين، سواء معها هي سواء مع بنات وحدين اخرين راه جايه مسابقه زوينين، ولكن غير وجدوا راسكم البنات. ها انتوما كاينه هاد القندوره هذه خدمه زوينه ونقيه، ها انتوما شوفوا، ها انتوما هذه اول جائزه، يعني اول هديه
هي هذه. ثاني وحده هي هذه، هذه حمقاتني، هذه فنه هانتوما، يعني الواحد يتبرد فيهم في هذا الصيف هذا، ولا كانت شي مناسبه هكا، شي ختانه، شي عيد ميلاد، شي حاجه، راهم زوينين بزاف. وكنقول بصحتكم مسبقا البنات اللي غادي يربحوا. هذه ثاني هديه، ثالث هديه، هذه قصيره، هذه كتلبس سواء مع الجينات سواء مع لي بونطالون نوار. هانتوما زوينه، شو خدمتها كي دايره، يعني باش تعرفوا البنات على خدمتها اكثر واكثر، ديروا واحد الدوره في القناه ديالها، راه فعلا خدمتها نقيه بزاف. ورابع هديه هي هذه، هذه البنات ماشي قندوره، هذه البنات ماشي قندوره، هذه تكشيطه صراحه، شي حاجه ديال النخوه، شي حاجه زوينه. هذه التحتيه، هذه التحتيه، شوفوا العقاد والخدمه الصم كيف ما قلت لكم البنات، والفوق ديالها هو هذا. ها انتم شوفوا، يعني الخدمه متقونه، خدمه نقيه زوينه. ها انتم، مهم هذه هي الهديه الرابعه. مهم كبدايه البنات، كيف ما قلت لكم كبدايه، يعني اربعه الهدايا راه مزيانين. كنتمنى انكم تدخلوا عندها، وان شاء الله راه كيف ما قلت لكم البنات راه كاينين مسابقات بزاف بزاف المور العيد كبير ان شاء الله. ف اللي كيبغوا المسابقات اكيد راه غادي يدخلوا، غادي يشاركوا عندها، وغادي يديروا الجرس، وغادي يعني غتوليو متتبعين ديالها، حيت اكيد غادي يعجبكم المحتوى ديال القناه. المهم البنات كيف ما قلت لكم الشروط راها باينه، انكم تفعلوا الجرس وتشاركوا عندها في القناه، وتخليوا ليها كومونتير فيه من طرف جودي مسابقه. ونهار الحد مع العشرة ديال الليل، سمعوا البنات مزيان، راه نهار الحد مع العشرة ديال الليل غادي يدير اللايف في القناه ديالها، غادي يدير السحب في القناه ديالها هي. المهم البنات قبل ما ننسى وقبل ما نسد هاد لا فيديو هادي، بغيت نقول لكم ان الحضور في اللايف، يعني في السحب ديال المسابقه اللي غادي يكون نهار الحد مع العشرة ديال الليل، خاصو يكون اجباري. يعني واخا داكشي علاش نقول لكم ديروا تفعلوا الجرس وديروا مشاهده ولو جوج دقائق باش ما يطرش لكم ديك، واخا ديروا الجرس البنات ضروري خاصكم ديروا جوج دقائق ديال المشاهده باش ما يمشيش لكم التفعيل ديال الجرس، باش نهار الاحد ان شاء الله مع العشرة ديال الليل يوصلكم، يعني توصلكم نوتيفيكاسيون او الاشعار باش تدخلوا للسحب هكا مباشره، تشوفوا بعوينتكم السحب ديال هذه المسابقه هذه. كيف ما قلت لكم البنات ضروري، يعني الحضور اجباري، واللي ما كانتش في المسابقه، يعني اللي ما كانتش في اللايف او النهار ديال السحب، الا ما كانتش غادي تضطر تشوف وحده اخرى، يعني واخا تهز الاسم ديالكم وانتم ما حاضرينش في اللايف، يعني غتضطر انها تشوف اسم واحد اخر. المهم كيف ما قلت لكم البنات، نهار الحد مع العشرة ديال الليل غادي يدير اللايف في القناه عندها، هي اللي غادي يدير السحب، ماشي عندي انايا، في القناه ديالها غادي يدير السحب نهار الحد مع العشرة ديال الليل. المهم البنات انا علمتكم باش ما تقولوش جودي ما علمتناش في الفيديو، ولا حكا ما وصلناش للمنتدى، ما وصلناش للبوست، ولا شي حاجه. انا قلت لكم دابا كل شيء في الفيديو، يعني وضحت لكم النقاط كاملين. نهار الحد البنات لتذكير، نهار الحد مع العشرة ديال الليل غادي يدير السحب ديال المسابقه عندها في القناه كريمه بيوتي. مهم البنات هنا ما بقى ليا غير نقول لكم حظ موفق للجميع، وعواشر مباركه مسعوده، وكنتمنى انكم تدخلوا عندها بقوه وتشجعوها. وكيف ما قلت لكم كاينين العديد ديال المسابقات من مور العيد ان شاء الله، فكونوا في الموعد. مع السلامه.